الشباب. الو، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو تتمه ديال التصحيح ديال مباراه الولوج المعايير العليا مهن التمريضيه وتقنيه الصحه لسنه 2016، كونكور ديال الفيزياء ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. السؤال 11. السؤال 11 كيقول تعبير التوتر بين مربطي وشيعه مقاومته ومعامل تحريضها هو. هنا كنعرفوا ان الوشيعه عندنا جوج انواع، حقيقيه ومثاليه. هذه اللي قدامي عندنا هنا هي وشيعه حقيقيه كتميز بواحد المقاومه داخليه قيمتها او مقاومه اغ ومعامل تحريض ال. اذا التوتر يو ال كيساوي لي هو ال دي اي سور دي تي. هنا كيمر واحد التيار اي دي اي سور دي تي زائد اغ في اي. فهم هذه علاقه قريتوها في التيرمينال. الو نقلبوا على الاقتراح صحيح في الاربعه. اذا اش قالوا لي يو ال كتساوي ال اي زائد اغ دي اي، خطا. اغ اي ناقص، خطا. ال دي اي دي اي دي اغ سور، خطا. يو ال تيغلا اغ اي زائد ال دي اي سور دي تي. هذه لا بروبوزيسيون صحيحه بالنسبه لا كيسيون 11. دوزو لا كيسيون 12. سعه المكتف مكافئ للتركيب على التوازي لمكتفين سعتهما سي 1 وسي 2. حنا كنعرفوا ان باش كيكون عندي مكتفين مركبان على التوازي داشي بحال هادي فوالا سي 1 سي 2، فان السعه المكافئه ديالنا مكتف مكافئ السعه ديالو كتكون كتساوي سي واحد زائد سي جوج، هما عكس ديال الموصلات الأمية. فاهمين؟ إذا نقلبوا على هذا، عندنا سي كتساوي سي واحد ناقص سي جوج، خطأ. سي كتساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي جوج. سي كتساوي سي واحد زائد سي جوج. إذا لا بروبوزيسيون الصحيحة هي سي بالنسبة لا كيسيون 12. بيان سور هاد الأخرانية راه خطأ. لا كيسيون 13. ألوغ قالنا النويدة كربون 14 6 إشعاعية النشاط ونصف عمرها تي ان دومي كتساوي، ألوغ تي ان دومي كتساوي 5580 عام. تبقى نسبة النويدة ثابتة عند الكائنات الحية، ولكن بعد وفاتها تتناقص هذه النسبة، ويمكن بذلك تحديد تاريخ الوفاة. اكتشف قبر الفرعون توت عنخ آمون بالقرب من الأقصر بمصر، وكانت توجد قطعة جلدية بقبره. نريد تحديد الحقبة التي حكم فيها هذا الفرعون. النويدات المتولدة عند تفتت نويدة الكربون إشعاعية النشاط بيتا بلوس هي. إذا الكربون عندنا 14 6، وعندنا واحد بيتا بلوس يعني انبعاث واحد البوزيترون بيتا بلوس. الو هنا إكس أ زد خصنا نحدو أ و زد. إذا انحفاض الكتلة غيعطينا 14 كتساوي أ، إذا أ كتساوي 14 داكوغ. و زاد بالنسبة لانحفاض الشحنة عندنا زاد كتساوي زاد زائد واحد، إذا زاد كتساوي نشوف هنا واش بيتا بليس ولا بيتا موان، معرفتش بالضبط شنو كاين هنايا. ألوغ بيتا بليس بليس أو موان. ألوغ هنايا نورمالمون إذا كانت بيتا بليس، حيت أنا مكتبانش ليا مزيان الشباب، هنا مكتبانش مزيان، نتوما في الكونكور غتكون باينه مزيان. ألوغ غنديرو لي بروبوزيسيون بجوج، إذا كانت بيتا بلوس شنو الجواب الصحيح، وإذا كانت بيتا موان شنو هو الجواب الصحيح. سامارش. ألوغ هنا زيد غتعطيني خمسة. ألوغ إذا كان بيتا بلوس هادي بيتا بلوس، فالجواب الصحيح غيكون هو الدي. علاش؟ حيت شكون هو إكس اللي عنده 14 خمسة؟ هو البيريليوم، هو هذا عنده 14 خمسة، هذا 14 ستة 14 سبعة 14 ثمانية. فاهمين؟ دابا إذا كانت بيتا موان، يكون عندي الكربون 14 ستة يعطينا بيتا موان، غتكون هنا انبعاث الكترون، غتكون زائد واحد اكس ا زد، وغنحدو هاد ا و زد جداد ا بريم زد بريم. الو ا بريم غتساوي ليا 14، وزد بريم غتساوي ليا 7. اذا الا كان هنايا مكتوبه موان بيتا موان، حيت مكتبانش مزيان التصويره مكتبانش ليا مزيان. الو الا كانت بيتا موان، فالجواب الصحيح غيكون هو الو اكس اللي عنده 14 7 هو الازوت هو ان. اذا الجواب الصحيح غيكون هو بي. صافي. الا كانت بيتا موان راه جاوب هو بي، كانت بيتا بلوس هي هنا بيتا بلوس، راه الجواب هو دي. صافاغش بالنسبه لا كيسيون 13 باش نكونوا فاهمين. الوغ كيسيون 14 قانون التناقص الاشعاعي نكتبوه عاد نقارنوه مع هذا الشيء اللي عطاونا. هو ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لاندا موان لاندا تي. نقلبوا عليه هنايا. صافي. اذا بالنسبه للسؤال 14 عندنا اربعه ديال الاقتراحات ياك. بالنسبة للاقتراح الأول هو ان دو تي كتساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لاندا تي. اكسبونونسيال هادي ان زيرو على اكسبونونسيال، خطأ. اكسبونونسيال على ان زيرو خطأ، ان زيرو زائد اكسبونونسيال خطأ. إذا بروبوزيسيون صحيحة هنا هي
إذا الجواب صحيح بالنسبة للسؤال 14 هو آه. السؤال 15، الثابتة الإشعاعية اللي نولدت الكربون 14 هي الثابتة الإشعاعية، باش كنعرفوا الثابتة الإشعاعية هي لامدا، باش كتساوي لامدا هي ال ان جوج على تي ان دومي، تي ان دومي كانوا عطاوها لي في التمرين في البداية ديال الأسئلة، اللي هي 5580 عام. 5580 عام يعني ال ان جوج 5580 سنة، تعطينا لامدا ايتيغال 1.24 في 10 أس ناقص 4 أون موان موان زا. ألو نقلبو عليها هنايا، عندهم كلهم أون موان زا يعني الوحدات كلهم صحاح، نشوفو القيم. عندنا 0.24 0.44 0.84، الوقت هي 1.24 10 بويسونس موان 4. إذا لا بروبوزيسيون صحيحة بالنسبة لكيستيون 15 هي دي. ألو بالنسبة لكيستيون 16، تعبير النشاط الإشعاعي أ في اللحظة تي بواسطة لامدا و تي و أ زيرو. الو كما كنعرفوا ان ا دو تي كيساوي ا زيرو اكسبونونسيال ناقص لاندا تي، حتى هذا قانون من بين التعابير ديال قانون التناقص الاشعاعي. قلبوا عليها شوفوا لا بروبوزيسيون الاولى، ا دو تي تساوي ا زيرو سيغ خطا، ا زيرو اكسبونونسيال ناقص لاندا تي بي صحيح. الثالثه ا دو تي تيغال اكسبونونسيال موان لاندا سيغ ا زيرو خطا، ا زيرو بلس هي خطا. اذا بالنسبه لا كيسيون 16 la réponse est B. Alors, deuxième la question 17. قياس قيمة نشاط الإشعاعي نويدة الكربون سي 14 لقطعة الجليد الجلد التي وجدت في قبر توت عنخ آمون أعطى 0.132 تفتتا في الثانية، يعني أ ديال واحد اللحظة تي أعطانا هو 0.138 بيكرل. قال لك وهاد القيمة بينما تلك القيمة تساوي بالنسبة للكائن الحي يعني أ دو زيرو تساوي 0.209 بيكرل. إذا بغاو واحد اللحظة، بغاو شحال اللحظة اللي غيكون فيها وصل فيها التفتت أو النشاط الإشعاعي وصل لهاد القيمة هادي. حنا كنعرفو أن أ دو تي كتساوي أ زيرو إكسبونونسيال موان لاندا موان لاندا تي. ما عندناش حنا لاندا ولا جبناها في السؤال اللي قبل، فوالا جبناها، كاين عندنا لاندا هي هادي. غنديرو التطبيق عددي. الوغ حنا شخاصنا تي، الوغ هي الان ديال ا على ا زيرو داكوغ، شنو غتعطينا عاوتاني في تي ان دومي في الان جوج بلاتي، شنو غتعطينا هنا نقسمو على لامدا، غتعطينا ا دو تي سيغ ا زيرو اكسبونونسيال موان لامدا تي، الوغ الان ديال ا سيغ ا زيرو موان لامدا تي، سا مارش. الوغ غنقلبو هادو باش تسينا واحد 60 موان الان ديال ا زيرو على ا تعطينا لامدا تي. الوغ هاد تي هادي كتساوي هي هادي فوا ان سيغ لامدا. الوغ الان ا زيرو سيغ ا كتساوي لامدا، شناهي قلنا هي الان جوج على تي ان دومي، يعني تي ان دومي على الان دو. الوغ عندنا تي ان دومي، عندنا الان جوج، عندنا ا زيرو هي هادي، وعندنا غندير التطبيق عددي، غنلقاو ان تي كتساوي تقريبا هي 3342 سنة تبارك الله. الو نقلبو عليها هنايا، عندنا 3000 عام، 3100، 3342. اذا الجواب الصحيح او الاقتراح الصحيح هو سي بالنسبة لا كيسيون 17. بيان سور غادي راه خطأ، صافي. هذه بالنسبة لكيسيون 17. ندوزو لا كيسيون 18، شوفو شنو قالو كيسيون 18. قالك نويدة الصوديوم ان ا ان ا عندها 24 ا ديالها و زد ديالها هو 11، اشعاعية نشاط وينتج عن تفتتات نويدة المغنيزيوم، يعني كتعطيني المغنيزيوم اللي هو 24 12. بغينا نعرفو هاد لا بارتيكول هادي اللي غنسميوها اكس ا زد اشناهي. اذا عندي ا كتساوي زيرو و زد كتساوي تقريبا ناقص واحد. الوغ شناهي اللي عندها صفر و ناقص واحد؟ هي الالكترون، هي اللي عندها زيرو و ناقص واحد. اذا هذا الكترون يعني بيتا موان، يعني نشاط إشعاعي بيتا بيتا موان. نقلبو عليه حدد طبيعة هذا النشاط، ماشي ألفا ماشي بيتا بلس، ألوغ بيتا بيتا موان. إذا لا بروبوزيسيون سي سي لا بون ريبونس بور لا كيسيون 18. ألوغ هنا بيان سور زعما خطأ، صافي. بالنسبة لا كيسيون 19 تقالك احسب ثابتة النشاط الإشعاعي لامدا لهذه النويدة علما أن عمر نصف تي أن دومي كتساوي، عطاونا تي أن دومي كتساوي 15 ساعة. اذا لامدا كتساوي الين جوج دو 60 دي كادو، خصكم تبروفيتيو منهم يعني تحاولوا تجمعوا لو ماكسيموم بحال هاد لي كيسيون لي ساهلين.
رد البال غير الكالكول ديالك اللي تغلط فيه. الو الين جوج سيغ تي ان دومي كيسيون 19 خرجت تقريبا واحد فصيلة. ردوا البال هنايا، هذا ليكم شوفوا شنو عندنا هنايا. الساعة ولكن لي زونيتي اللي مكتوبين هنا شنو هما؟ السكوند، يعني خصني نضربها في 3600 باش نحولها للسكوند. صافي سا مارش. اذا هادشي مبقاش بالساعة باش ضربنا 3500 ولا داكشي بالسكوند. عطينا 1.28 في 10 اس ناقص 5، بيان سيغ الوحدة تكون سكوند اس ناقص 1. الو نقلبو عليها، هنا عندنا السكوند لا، هنا عندنا السكوند لا، هادو محيدين راسهم براسهم حيت الوحدة غالطة. الو بقات لي انا سكوند موان زان، سكوند موان زان، عندي موان 4 وهنا عندي موان 5، حنا خرجت لنا موان 5. اذا الاقتراح الصحيح هو بي بالنسبة للسؤال 19. صافي بالنسبة لا كيسيون 20، اش قال لك؟ فقد شخص اثر حديثة السير حجما من الدم لتحديد حجم الدم المفقود، نحقن الشخص المصاب عند التي كتساوي صفر باش بواحد كمية المادة ان صفر اللي هي سي زيرو في زيرو، فاهمين؟ خصنا نحسبوها. اذا غتكون بالمول بيان سيغ، كنعرفوا ان كمية المادة كتكون بالمول. حقناه بواحد الحجم في زيرو كتساوي 5 مليلتر. الو المليلتر حولوا شحولها للمتر، من المليلتر للمتر راكم عارفين، الليتر باردون كنضربو ب 10 اس ناقص 3. من محلول صوديوم 24 تركيزه سي زيرو كتساوي 10 اس ناقص 3 مول بار لتر. حدد ان واحد كمية مادة الصوديوم التي تبقى في دم الشخص المصاب عند اللحظة تي كتساوي 3 تسويع. هنا كنعرفو قانون التناقص الإشعاعي، نقدرو نكتبو أيضا على هذه الطريقة هذه ان ان زيرو اكسبونسيا مول لاندا تي. إذا علاش كنقلبو حنا؟ كنقلبو على ان في اللحظة ان واحد اللي هي ان ديال تي كتساوي 3 زوغ اللي هي ان زيرو اللي هي سي زيرو في زيرو، باردون، هي سي زيرو في زيرو اكسبونونسيال ناقص لاندا حسبناها، فوالا هي هادي راه عندنا ناقص لاندا في 3، فاهمين؟ الوغ ان واحد تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك غنلقاو تقريبا هاد ان واحد غتساوي لنا هي 4.35 في 10 اس ناقص 6 مول. لامضر عندنا في لا كيسيون 19 جاوبنا عليها غير دابا شويه، فاهمين؟ الوغ ان ا كتساوي 4.35 في 10 اس ناقص 6، نقلبوا على هنا 4.15 لا 4.35 في 10 اس ناقص 6 مول. اذا الجواب صحيح بالنسبه لهذا غلط وهذا غلط. اذا لا بروبوزيسيون صحيحه هي بي بالنسبه لا كيسيون 20. الوغ حتى هنا كنكون ساليت الجزء الثاني من التصحيح. الو كل جزء غنحاول ندير فيه 10 ديال لي كيسيون باش ديجا الفيديو ما يجيش طويل بزاف، حتى نتوما تاخدو اسي دو طون باش تخدمو كل فيديو بوحدو. تقدر دير تشوف لا كيسيون دير بوز تخدمها وتشوف ابخي لا ريبونس واش صحيحه ولا غلطه. بارفو يقدر يكون دي فوت، راه انسان راه بشر يقدر يغلط. بالنسبه لي زوترو كونكور ديال لي زاني لي زوتر اني كنا درنا، تقدروا تلقاو بارفو دي فوت شي كيسيون ولا جوج غالطين. هذا ما كان، سلونا في راسكم، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم. بون كوراج، الله يعاون.